اختي قرايات سواء جيت ولي خالضين ولا ولي خالضين ولي فهمنين ولا ولي فهمنين اتيان الموضوع انت مغارت ورجيسي توتها مغار الفقه الاسلامي انما يسبك ان تهم القران السنه يسباه راوري نصفتا مغارت ولا سيفك الحقوق نص نيري وسيس نغصد نصلت كريس مقلن في الموضوع عاد الصفحه غكيس نرحب بالاستاذتين الكريمتين الاستاذه ملكه الح الله استاذه التعليم ديال العضو المجلس العلمي زكان مرحبا بك استاذه. كذلك نرحب بسال الاستاذه لطيفه اسكور اللي كان حتى انت الاستاذه التعليم الثانوي ديال العضو حتى انت الخليه المراه اللي تابعني المجلس العلمي ان زكان نرحب استاذه. الموضوع انت مغارت تيتما يستمع وري جديد انما هي قديم. على نزر زوار البدايه مانيك ستمنيد نت الحضارات الثقافات ختوسوتين اللي زور الاسلام يتمغارت. دمانيكس سولت الشرائع السماويه في تمغارت. دمانيكس تمارس ميدن غناس نتوسوتينان العلاقات نس نكراسن تمغارين. باختصار رانساول غير في الحضارات اللي باهرام قرنين عكودان رانساول في الحضاره الحضارات الشرقيه اللي زرين غماس البلاد الرافدين ختما زرت العراق البابليين الاشوريين السومريين رانا في تمغارت غماس الحضارات هاد يستقغار ينزون دي سمكان لكي تخدم ارقازن الوظيفه نسن تقتصر غير في التارون التروى السخره ورقاز دراسة تحقيق نتكرا المتعه يختنصنف يختصنف البنان معاكود انا نتفاد ديما تمغارت غماس الطبقه اللي كله يكران غماس طبقات المجتمع تلا غني تخص في سمكان تويوين ينفتاس دارو داين الحضاره اليهوديه رانا في تمغار التربه دارس الثقافه نسن إذ نتتيا السبب آدم عليه السلام اللي اختيري تحيغ الجند غنا فاسبه راهو 80 سيات نضربها راهي فولكين لازم تبدا نضرايا دار تحسوس يا النقص نقراس دورغاز الحضارات الرومانيه رانا في تمغار تور دار سكرا المرتبه غا المجتمع حرمت غماس الحقوق نس حتى الدين ورانت لك من المعابد اللي ساكت يركازن هاتي تعتبر زودي اختيا نجيسه تحسو ديما يستين جاس نقراس دورغاز حرمت كذلك غماس الحقوق نس الماليه وردرس الدماء استقلان تمارس المعاملات نس زون درقاز. رانساو الحضاره دار الصينيين الحضاره الصينيه التقدمت يسات من نتام غارتي استقال العنصر التشاؤم وراسس يتفائل ورقاز. لازم ديما نضريان تعيش المرتبه باهره يكزن يحضرن غماس الحضاره ياد. دار الهنود غير اللي يموت سفليد مارت زرام خصوصا خطي زياد لي كوران بعض الثقافات نسنت العادات نسن ان تمغار التربه ديما دورياز لدرجه انه حتى يموت رياضات ارتحر كنديس يعني وصلت تحقق حتى الحياه يغدر ديما تورياز وتغير نظريه داير اللي ختكش تاثير الحضاره الغربيه المعاصره. دار اليابانيين كذلك دار اليونان انت فات تمغارت اسباهره تحضرت المرتبه نس لدرجه تنسن على برا ماشي غير انت حتى ارياز بعض الفترات خصوصا الحضاره اثينا الحضاره سبارتا ارتين سنسان على برا ثلاث ايام حالة تزيد اصدارت التعيش بعد ثلاث ايام هنستحق الحياه يصير تصدر هنريد الاستحقاق للحياه. وقبل ان نكشف الموضوع عاد قبل ان نسقسى يعني الاستاذات غماني كسي كرم الاسلام من النظره في الاسلام يتمغرت يسوس مغا الزوار نسن الاوضاع البيئه اللي غادي يوجد الاسلام ما نكسي تعيش تمغرت استيان البيئه الجاهليه راه نبدو سوس قسين غير الاستاذه ملكه الح الله مانيك ديال المعيشه تمغارت مانيك ديال حاله نس مانيك ديال حياه نس الجزيره العربيه قبل دي تبعات النبي صلى الله عليه وسلم استاذه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم زوارو أشكر الأستاذ اللي استدعان سمس البرنامج هذا باش تسولح في الأمور نت مغارت. تمغارت قبل الإسلام تعيش يعني العيش وزدتي العيش حاشاكم البهايم دمس العيش المتاع تمغارت وتتذكر حماس العصر الجاهلي وتتذكر نسوالو سسوانت أن لدرجة أن تمغارت يحاس ديور بيتورو تفرخت عرست
يعني أبتي تدفن تلانيت سرقيس الحياة يعني وراس كانت تكر القيمت هشكوت قاع سبب العار أريد توي العار يقول يباب متقمي أريد توي العار إيت القبيل إلى آخره الحقوق نسكت وورلن لا المستوى العبادة لا المستوى يعني الزوجية ولا والو ورداش حتى كان القانون ما تتحمين ورداش حتى كان القانون ما تتحمين يعني تخطع عار الى عرف القبيله نعم القبيله لا تقبلت ني الدار كان شرف انا استبعد مغرت انت تقبلت انا استني ما كانش شرف ميك القيمت ربما غنديك كان اللي غنسول في تمغار بعد اسمان تمغار غير الجاهليه شكون ما كيتين غير هو تطمع حتى الجاهليه تعيشات الفتره يعني ماشي كله غلق قبيله يعني غير القبائل اللي كان شريفه اللي كان شريفه اساس تغنين الشعراء الناس الشعراء نعم إيه نرى نزر المظاهر بالتفصيل استاذة لطيفة أسكور يغنو أن نفصلها مثل القضية اللي تنا استاذة مليكة من المظاهر ستبين تمغار تيسدر سور خلال المكان على المجتمع الجاهلي أيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين هيك أدنيت لسنا الأستاذة مالكة أن تمغار تحمس العصر الجاهلي قبل الدشك الإسلام أرت عيش الأوضاع مزرية يعني مأساوية وردت يمكن أي واحد درس كان الفطرة سليمة أتني قبل حل عصر نعم. رأينا بعض المظاهر مثلا أن المرأة كلتني تحت قديمنيت أن المرأة مجرد متعة تقى غير المتعة فقط وارتقالك الوظائف العمل مثلا ولا كان الوظيفه خارج المنزل ولا وانما تلقى متعه جسديه فقط غير متعه مثلا تحتقر مجموعه من المجالات تمغرت مثلا يحقس الصند انا تمغرت تعرض مثلا في كل شهر الى دوره الحيض نعم. يحقس الحيض تنبد ينبد يخشن يعني النبت كانها مثلا تود نجسه انت تيكن سبب نجسه ماشي ربك سيبتنا مثلا الحيضان ولا كرا انت تيكن سبب نجسه الا ده ان المراه لا تورث ورات طمز الميراث ورات طمز والو يعني اخدان ما يتورث غير الرقزن وخصوصا الرقز اللي كان اللي زرنا في الخدمه اللي زرنا في اي عيش في تقبيل هذا هو المراه وردات العمل ودارت الميراث ودارت والو ورتقى بلا مسخره للرجل ارتنيني ساكو التورات انت تقاني تزود لما تعرف هذا هو التورات دارت نزة يقدر انت غير مثلا ارقز اي الدرس اللي كان الدين في دون الدكنز وريفو دستي السري الناس فيه تم غير تلك ردستيف ردستيف كأنها رد الدين اللي فلاس إلا دغيت غيك لسنا الأستاذة أنها ارتنضل تعيشني السل ما يسمى اكو دانا سواد البنات واد البنات يسوني فلاس القرآن الكريم يسوني فلاس الناس وإذا الموءودة سئلت نعم. بأي ذنب قتلت إن دح الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نعم. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبير وإن كان هو ذي طبط الجنسين ولكن نعم. طبط الجنسين هذا هو ولكن عقودا هتورت نقان على حسب الإملاق وقال الفقر نعم. ماشي لما لقى فتنقان على حسب العار نعم. رسم دي التشكة مغارتا تقناقصة ورد تكمل الزينة بلاح تزيد سلحوليد المظاهر غاد عادة تكمل شوية اذا نتا مارتر يستمنين الجانب نسن برا يعني الجسد جسد التمنين الانسانيه والزري الفلاحه والزري الزراعه والزري العمل والزري والو يعني ورتقى بلا هامشيه تقى غير المتعه فقط ورتقى يعني مجموعه من الاحتقارات مجموعه من الوسائل السلبيه اللي بتعرض المراه الجاهليه ورتقى ورتفول كي حمس العصر ولا حتى العصر العلاقات الاسريه الزواج تلاقاو استاذه مانيك يعني الزواج ورقا كنا كان الزواج مقنن شرعي يقدر نستيده الغصيف الصباح ولكن ماشي اللي فيها اللي نسكني مقنن فيه في ولمن نكاح المتعة اللي تسمى نكاح المتعة اللي حرم الاسلام يزود نكاح المتعة مثلا ان دزنا مثلا ادي معقد ينشر ادي مقور صافي من بعد صافي ورتقيتين وحيت تريد ترواتي وين ما تقال ولا اي شيء ولا يقدر نلعب تمغار تتحمل ورقه زياد ني ورقيس والو اكيست ورد كانت تروان كانت الصفات يا ضني نعم ولا هي درس اللعيبة تمغرت استيبخت يا تمغرت ورجزة دي إيه هذا هو أستي فكرة يا ابني إسل فكرة يا ابني ويتسلم لها هي ويتسمس نكريجات الفساد أنت تبقى غير متعاصف ورتجا ولا العادة ودرس ودرس كل الشخصية ودرس كل الحرية وتجا تباع وتشترى أكو داني رجزني ترت نزن ترت صغن وإني وين نزن على حسب العمل الخدمة غا وإني تمغرت أنا نزن بالزف على حسب المتعة فقط كانت التعدد ودرسني اللي تمنتني ودرسني اللي تمنت تعدد درسنا ب
بغير قيد، اريد طفيه القيد اولا. ثانيا يقدر يتاهل من نفس الاخت مثلا ولا تيتماتي نيت، يقدر يتاهل نفس المفاميلا، يقدر يتاهل غصي في الصباح كليك ساكن نيح نمو درسنا كان القيود ودرسنا كان الضوابط درسنا انت مغارد سلعه رستي تاويت غصات لو حتى تقول نيت انا كيقص تقول غرس لو حتى. المهم اذا هذه بعض المظاهر اللي تعيش المغاربه من العصر الجاهليه اللي دنيت سوري داك النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فطره كيس قبل البيع تنسى شكون النبي صلى الله عليه وسلم اللي تسفل يعني اللي تسمى مس السيره النبويه انه يعيش يطلب فطره زوا بعد قبل ان يبعث الى عليه الصلاه والسلام. رنساو الغلاف فمن التغيير اللي غادي تبعث النبي صلى الله عليه وسلم من نظره الجديد ديوي الاسلام يتمغرد خصوصا نركز بها في القران الكريم. من اختي طبيعه تمغرد القران الكريم يسسر سيتني القران الكريم من درا لي سيتني دور كازر سيتني تمغارت دمانيك سرا نفهم بعض الايات اللي غتفهم من بعض ميد نغيلا لي مضاعف ثقافه نسنوا لا العلم نسنوا لا الادوات نفهم النص يسيسي النوع التمييز نقرا ورياز تمغارت الاستاذ الحلا. بسم الله الرحمن الرحيم. باش نفهم الطبيعه تمغارت حمات القران الكريم نوي ان نسن بعدا ان تمغارت حمات الاسلام يرفع الربي سبحانه وتعالى المقام القرن المقام هذا اريد تمثل عماس مشك مجموعه من الايات ميغان تمغرت احنا نسول في طبيعه تمغرت يعني ميغان طبيعه تمغرت يعني ميغان الله صمت تمغرت تمغرت ما يديش كا انسقس السؤال هذا ما يديش كا تمغرت تمغرت هذا تيتكا كائن من الكائنات وزاد انت تزيد كل ما يخلق ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يتنح القران الكريم ولله ملك السماوات والارض وما فيهن يعني ان المراه تمغرت حتى انت تاتيت كاع من مخلوقات ربي سبحانه وتعالى يعني توصف القران الكريم انها مخلوق يشكد حمات الايه ظني اريتيني ربي سبحانه وتعالى كل ذلكم الله لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه يعني ان الوصف اللي زوان يتمغرتي قالت الخلق يعني وحده الخلق. الوصف الثاني ان نفس الغايه اللي حتي خلق ربي اركز اسي خلق تمغرت اللي هي العباده. وتستثنى التات. وتستثنى يعني ان جميع المخلوقات تشترك نحماس الصفات صفات الخلق وصفات العبوديه. بحال وزد انت وزد كل شيء من الكائنات الحيه يعني ان لا ادرار لا الاشجار لا الطيار لا جميع المخلوقات ربي سبحانه وتعالى زيد اسنا ركاز تمغرت كل شيء اللي خلقنا ربي للعبادات للغايات وحده الخلق وحده الغايه اللي استيقن العباده. ثم ايش كي وين من شيء الا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى كل ريت هذا ربك تسبح نعم ربي سبحانه وتعالى. ثم انا يعني غلاد نشكر نكوني ان نزرع ان القران الكريم يوصف تمغرت انها مخلوق كائن حي له غايه نعم واصل وغايه واحده بحال زد تمغرت يشكيد القران الكريم راح ده يسفوغ ارقز تمغرت حني تق الكائنات نعم. يسفوغ واحد ارقز تمغرت ان ربي سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البحر في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يعني ان هذه كان كل الكائنات ولكن يسفوغ نضربها مثلا الكائنات تفضيل الكرم. اذا انت منذ كان سور دركاز منذ كان دركاز يعني ارجو كان سور حتى تسلسلات الخال مخلوق ثم خلق كائن حي مخلوق على سي تزيد صفه من بني ادم يعني التكريم ديال بني ادم يا ولد ربي صفات الانسانيه يسفوغ تيكمانيك انت الدركاز هاتي مندرغي ياش كده ربي سبحانه وتعالى اذا يدس انها اتني العلماء في تفسير بني ادم يزدان ان سبت نوغاينس نسبه التشريف يعني شرفت حتى انت اللي ختي نسبه نوغاينس يعني انت كريم ربي سبحانه وتعالى النوعد النوعد للانسان ياش كده ربي سبحانه وتعالى حماسيه الايه ظني قالت يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يعني مندح انهما يعني ان رجال تمغرت تدود جنيت النفس شركنا غير الاصل غير الاصل يعني انها نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني ان الاصل نسني قالت يعني النفس الواحده والنفس الواحده ارتجى ربي سبحانه وتعالى هكا يفصلت يعني ما تقال نفسات يشكي زايده حديث الايه ظني يا ايها الناس قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني يويض ربي سبحانه وتعالى النفسد النفسد الانسانيه يقسمت ان يقسمت الى ذكر وانثى يعني الى يقسم النفسد الانسانيه
يات ممكن يكون الشرحي تدود تدود وذا جوز زر الملامي حنسن ولا حتى وضح الملامي حنسن إذا تدود يعني شي قي النفس الإنسانية شي قي النفس الإنسانية يسقن بحال بحال ولا هو إلا ما يفهم أمس الآيات نيت لفات سولت أستاذة نطلع صورة النساء ربما في الأسنسة من بعد يمضان مظاهر تكريم المرأة إلا ما يتفسر النفس الواحدة غير ماشي ماشي آدم إنا خلقناكم من نفس واحدة ماشي غير آدم يعني تشابه بين نفس الرجل ونفس المرأة يعني النفس الواحد النفس تكوين نفس تكوين يعني تكوين نفسي تكوين نفسي عند المرأة والرجل دارتها مغار دور قازم يعني بحال بحال يشكد لكن نفانية الآية رب سبحانه وتعالى حيت زيد يمي كارت دراج حماس باش هذا حيفصل أنها تمغارتد هاتي وزيد من كنية جدر زمنح وزيد القاز تمغارت يشكد أريد نحية الآية ضني سبحانه وتعالى أن تمغرتد الأنتياد يخصت تربية الناس مسألة الحمل ده الناس الوضع يعني الإنجاب نعم يغدني يغدن تبع كل المراحل اللي فتسولت يعني تمغرت مند بدد ورقاز والجن فيه غير اللي اختفل ورقاز والجن فيه غير اللي اختفل ورقاز إلا ما يتعلق غير يعني تكوين نبرا يعني تكوين الموتين تكوين البيولوجي ها ربما غير نافرد تسولت غير هذا والسادة بمعنى غير أسيد تمكنا قيس نضحت كان فروق نقروا رياز تمغارت تمغارت يعني في الخلقة يعني أن رب سبحانه وتعالى يخص تمغارت يخص تمغارت المساء الإنجاب ده المساء الوضع إذا الموضوع هذا لدى غير الموضوع اللي فرسوا نسول من بعد الوظائف يعني الجوجات التربية تبارك وتعالى يكرى الوظائف اللي سرت تقوم غمس المجتمع يعني التكوين سيتختلف في رجاز إذا التكوين أرجازي قا مخلوق إنسان ذكر تمغرت قا مخلوق إنسان أنت علاش يذكر بالمسألة يد وبت منهما رجالا كثيرا ونساء يعني الهدف من هذا الاختلاف الاختلاف كون الطبيعة الخلقية المرأة تختلف الطبيعة الخلقية أرجاز من أجل ماذا علاش باشي أيليا لاستمرارية النسل من بني آدم يعني التكاثر هذا التكاثر وريت حقق يحيقى يعني وحول الاختلافات النوعي في الجسد البيولوجي يحيط إلا عاد يستمر النسل من حيث العلاقة اللي ساتشر رب سبحانه وتعالى وبت منهما رجالا كثيرا ونساء يعني هذا الاختلاف من أجل التكامل أي كمل الدور تمغارت الدور ورقاز إذا نرقص اللي كرا ما قصيت مغارت لا أريق النقص بل بالعكس ربما انتفى الاختلاف دي اللي حتى نقر الذكور فيما بينهم نقر الإناث فيما بينهم باش تحقق نعم أريق الوظائف اللي تكلم أريق تسكر بناحية باشي أي ناهتي القدر تمغارت يوتي القدر ورقاز يوتي القدر تمغارت ولا القدر تمغارت يوتي القدر ورقاز ورغيدي إلا المسألين الناحية تلف باشي أن يف ربي القدر يختاد ورقاز ولا حسب يتمغرس لا إلا القدر باش يتحقق ما يسمى بالتكامل كرا يتكمل كرا نعم يستمكن أخصر زيت كرا والسادة أغمس الموضوع عادنيت قبل أن تقل بالنسبة تسولت في المحور اللي قلنا نفس واحدة ثلاثة حيات الآيات بينت أنه فعلا نفس واحدة ماشي المرأة تخلق مثلا من نار ولا من مادة أخرى كل شيء تخلق من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا من الأول إجا غير تراب عاد من بعد ثم نسنا أنها تفيد الترتيب عاد نطفة ثم جعلكم أزواجا عاد ديك ساعات تشكل الوظيفة البيولوجية يبين غمس الآيات الوظيفة البيولوجية اللي سيخلق ربي تمغرت وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا يعلمه أن الله عز وجل أن المرأة مثلا تخصص هي الوظيفة مهمة بيولوجيا هي الحمل وما جورهما من يقال الصرداع الطفطام التربية الروات على حسب الوظيفة اللي ستكون يعني بكدلسنا الأستاذة أن هذا الفصل بين الرجاز بين تمغرت ماشي فصل غيكاد ميز مثلا بين قدو ولا تفاضل ولا شيء وإنما وظيفة تكميلية وهذا يكمل الوظيفة نغوة والدرس مهام خاصة ترسل النجمة فلس مهام خاصة أرجز تمغرت وكذلك درس مهام خاصة كل يوم يريد تسخري كل المهام باش يكمل يوم طرف مليان ويريد تمثل أرجز يسكر الوظائف أنت مغرت ولا تمثل الغرت تسكر الوظائف الأرجز نعم أنتم تشكر أستاذة إنما نتير القضية ده شوية العدد ميدنا غيلة اللي يورين زي ما رقرا نقر تبعان تغري متكات تغران الزغ درس نسل العلم درس ولكن أرقرا غير القرآن
صغير اللي يتوين أفكار اللي يتوين أخبرها أنت فنك غير أنت حسبني بأنه تمارت ورطود قرأ نص القرآن أكثر من الآيات أنت فالخطاب دي ما يقال خطاب غرير جزن أي لا كنت من حتى اللغة اللغة العربية أنا متقال لغة ذكورية أرجس تطلق ديما اللفظ المذكر في المؤنث ما لدخلني غلغياب ذكر أنت مغارت الصور اللي زورني الآيات اللي زورني يسجزن في النبي صلى الله عليه وسلم علاش اللي غاد تذكرت مغارت فيما بعد ذلك كان من بعد الخطاب الاول الخطاب تذكرت بزاف غير المسلمين يا ايها الناس ولا المسلمين ولا هذا وكانت مغارت غادا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تبدا تحس صغيكا انك ما ربنا هاتي نكر تذكر حيدا الاحكام وفلالان ولكن ننسى ان الرجل والمراه يا تساوى الدرسين غير العبادات نعم ملي تفتتش كيف النبي صلى الله عليه وسلم الناس علاش نكونوا راه تذكر مثلا زود قصه ام سلمة ملي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم الناس تذكرت يركز نص الهجره نكونوا راح تذكرت ديك الساعات يزوق ربي فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض يعني العمل انت مغرد زود العمل يرقز ورقز حمس الاحكام التعبديه وريت انت تحاسب تظليت انت مغرد مثلا تنقص في تظليت ورقز ولا الحج انت مغرد ينقص في الحج ورقز يعني الاعمال التعبديه كله انت سوا قيس انت رقز سوا قيس انت مغرد من بعد عاد ابدي تشكيله الايات متواليه المسلمين والمسلمات باش تفهمت المعنى بان ورثنيتي خصها الذكر ولكن اللغه العربيه كان اللي سنيت انها ذكوريه مثلا غير لحد تشكيت مليون تمغارت الي قسنا غير يورقز رتنتخاطب تصدقوا ورتنتخاطب يعني الطبيعه اللغه العربيه فرضنا نوع هذا الاسلوب ماشي ميز للمراه ولا تتربي ولا ينسات ولا كراكه ماشي غير كان وانما اللغه العربيه فرضنا غير كان تلقى ذكوريه اغلبها تلقى ذكوريه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يريس فهم هذا مش كاديت مغارين حتى اللي غايتيني انت في الحديث اللي باريتو شهر هذوك اننا الى طلب العلم فريضه على كل مسلم انت فات كانت مغارت كرماني ومسلمه من حسن حظ انه تلا حتى الروايه هو مسلمه ولكن غير غير ومسلم راه فيه الكفايه ليس الكفايه تيك شويه تمغارت النبي صلى الله عليه وسلم ريس بياني الصحابه الصحابيات رضوان الله عليهم وان كان يتمكن نفرق نيرت مغارين الزمانه تين الزمانات تين الزمانه دارت نتلقص وهو نفس انت ركاز ما دخول الجنه ملي غسول انت الطلب من الحقوق مثلا ولا الطلب باش طلب باش نفوق ولا باش سكرت غيكاد ولا سكرت غيكاد زيد العصره انما كود انا انت تجاهد انت تفوق انت تفنت الجمعه نفس الجماعات انت تفنت الحجره انت تفنت اشياء كثيره يعني تنير انت بنفس انت ركاز العباده نعم. ماشي العصره تكون راه نفس ركاز ولكن نحل المجالات الاخرى نرايك شرطي نرايك شرطة يرايك حل حرمنا هذا هو تفرض الدات زود رقز زود تمغرس يدرس ما يتفكر يدرس ما يتفكر هذا هو في العبادة انت تقصد غير التواتيح لاجر غير نحن تقصد أرزرق أي يونس نتيفتاري الجهاد مثلا على قمة اتقوا الله حق تقاتي حق تقاتي على قمة تقوى تقاتي الجهاد في سبيل الله طب قرطوا فلاسي فرض الجهاد في سبيل ويقاغنية الرخصة تفنى قينس يعفت تفنى قينس يعفت كليات يكور نترى يوي الأجر وقرنز نعم الساعة نتنها تتشارك نحن الأجر ولأني كليا الوظيفة إيه. كليا الوظيفة يغنرس الموضوع عدني تاستدى التكاليف انت فالإسلام يعفى المرأة خمسني العدد الأعمال خمسن الحياة ما ستنتعوض يتمغارت مالك سألتي لي التعويض دار تمغارت غير كانت لي ستحس أم سلمة رضي الله عنها مالك سيعوض مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اللي غريت توفرض أن تظل صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا تفتس مثلا الجهاد يعني ورتو خطب صغير كلي ستو خطب ورقز الوظائف هذا غير قبل أنك شمس الموضوع هذا سيكرزم ريحة شرحية المسألة أن الخطاب اللي زوار نحمس القرآن الكريم ماشي ربي سبحانه وتعالى يتو تمغرت ولكن الخطاب اللي زوار نحمس القرآن الكريم أما السنوية الخطاب حمس القرآن المكي القرآن المكي يشكل باش يتبت العقيدة أولا وباش يتبت العقيدة يخصي سوال يعني صفة الخطاب اللي فهمي يا أيها الناس يا الذين آمنوا وكان اللي قيس المسائل أن كوشيتنا علاش اشكون اللي حنا ردحتو اللي حسن ما سن غادي سن حسيد وال ان تمغرد درقاز جميع المخلوقات تشارك بزاف المسائل وزاد الاعتقاد الاعتقادات وريد لاقي تمغرد تعتقد كذا ارقاز يعتقد كذا الا الاعتقاد موحد يعني جميع الكائنات
أد أعتقد بني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم أتني خلق دا عبادة ربي سبحانه وتعالى. نعم. إذا العبادة تقى يعني صفة موحدة بين المرأة والرجل نقرتها مغاد درقاز جميع المخلوقات غير فانتفاد الخطاب المكي أريتي أيها الذين أمنوا بسير الفصل نقرتها مغاد درقاز يشكد الخطاب الآية القرآنية المكية يشكد تبت العقيدة أولا عاد ديش كتشريع محد يشكد تشريع أريت فصل نقرتها مغاد درقاز من ناحية لا أشكو علاش لا غير الأحكام اللي خاصة نرقاز. نعم. انت مغارت تشي شراك نقيس نزود الصلاة أحكام الصلاة أحكام الوضوء أحكام الصوم والحاجة الأخيرة. نعم. نقيس كالأحكام خاصة انت مغارت فيما يخص أحكام الحيض والنفاس أحكام الرضاعة مثلا الغداء. إذا إلا قيس كالمسائل خاص بمغارت إلي ذا حقيس كالمسائل خاص بأورغاز خاصة سورغاز أرت نقيسي تفصل الإسلام. نعم. يعني أنا ما يمكنش هاد يشكل خطاب حماس الأول اعتقادي أي تفصل المسائل هاد اللي حلك ميد نتشريع اللي حلك كم غارت وعاسم مثل المسائل هاد أتزرى أن الأرجاز اللي تقبل من شكل المسائل اللي سنم غير هادني أرجاز تي للأجر يكود يشكل ربي سبحانه وتعالى تم غارت ما يقال ما حال نسنتات ما سي قال ما تصير نس. نعم. مي قال ما تصير نس. نعم. أركم الإشكال يعني التفسير يظن التأخر لاستعمال الجنسين معا الخطاب القرآني داك اللي سنا الاستاذ سعد اللي هاي اللي غيات قسنت مغارين الصحابه رضوان الله عليهم علاش اللي غنطور ذكر كنيرين معنا هذه السنين طويله قالت انه القران مكي يهتم بعد زوار كان الامور تنتير الصغه ماس الانسان ذكر انا وانت عاد ملي غيتعلق الامر التشريع راسني تفسر هكا انا ريد ذكر ارجاز ريد ذكر تي مغارين غير اللي سنيت نيق سعد اللي يعني يغبقي عفار بيت مغار تماسني العدد المسؤوليات العدد الواجبات حتى راسني تعوض غماس كالمسيره زود راسني يكفيك ان تسبح الله 33 نيت بنت زيد بنت يزيد الانصاريه نعم. الصحابيه تصدر النبي صلى الله عليه وسلم اكو دور كله الصحابه عرسنا عرسنا تخطب النبي صلى الله عليه وسلم تبيد النفلس تمغرت نقري الجز تبيد النفلس يعني نعم. مثلا غير كذا القطر السوسي تبكنا انا في زيد غير كذا يعني ما يتحشموا لك راه ولكن خدمتي العلم يعني تضرب الحق تبيد النفلس الناس وها النبي صلى الله عليه وسلم الناس كي يحوى فدة النساء اليك نكاتي تمغرين اي ديزن صدرك الناس ما ثريت الناس صغيركم غير كانت لي تسكر دارونا ارغز درس الفضل مقون حل عباده اريد تحضر الجمعه والجماعات اريد تسلح الحج بعد الحج درس الجنائز تبع الجنائز درس اعاده اعاده المرضى درس مجموعه من درس الجهاد في سبيل الله الناس ما دخلت في منكني الناس كلوا نسكر والو نقبلوا نتروانون نقبلوا تيقمنون نقبلوا المهامنون نقبلوا نارونا شكون كذا نتصيب الحوايج الصوف ضيقة رانا نتصيب الحوايج نانا رانا نتصيب كذا ندور تيقمو رانا سكريات الناس النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتصي يزرد الصحابة الناس يسجدوا تسلم يتجمع زود غير كانت كانت مغارت نانا الصحابة نانا سور نسلك وسات لكم تمغارت المستويين باش تني تجمعت يعني المستويين تمغارت وتقص ضنا يدور نيت سي صارت الناس دو فهم هو اللي تيمغارين ديك ميز الصيف ان تبعلوا احدكم يعني الطاعن تمغارت ورقاز انها تسخرس جميع الامور تعديل كل ذلك. نعم. يعني غير زريه السماحه هذه كنوا تنزرس النقص تنزرس يا الروح صيفولكم يتمغارت تقول غير حتى يقمي زود يحت جاهد حمصنا برا زود يحت فتسمس ندى الكفار ولا المشاركين جاهد زود يحت الدقار الحج توريد تسكن مناسيكنس زود يحت فتتبع الجنائز غير حكا تقول حتى يقمي تسكر مثلا الأمور البيتية العادية من الغداء المأواد غير نقول اللي تسكرت عن بطلات ربما معناه دردتني تنفهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صامت المرأة الحديث مشهور لي خمسة وصامت فرجها وحفظت وصامت شعرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من حيث شئتي اذا انا اني حيضر بتبارك وتعالى التكاليف مغارتها وريق المعنى انه يسلق قصص الاجر يعني حسب الوظيفه مثل الناس يزور ربما رانا في الخير تغير ارجاز النيت ارجاز يقدر سكر الاعذار يقدر سكر المعوقات اللي تمنع عن فكره الحوايج ربما ريت تمتت الانسان على فراشي وهو شاهد في يعني شاهد هو كان ينوى النيت الجهاد وينز هي الدو كان دمي دوين لي ثاني نسمس الجهاد اذا المساله دوره كي نفهم كي راه النقص غمس انما نتير القضيه اذا نصغر الفرق اللي قلت مغارين الزمانات مغارين الزمانات تمارت هكا داني غدفع في المسائل استرات نفس ركاز غمس درجات الجنه تعتقد ربما يزدا يغور تسود تظليت العاده الشهريه النفاس كذا ني غدي غور تازون ني غدي غور تفتس الجهاد
يسور استسلك من العمل نسي إكرم ماني إذا نورنتو بأنه الإنسان هتورد العمل نسي تسك شو من الجنة إنما تسك شو من زوار الطاعة يا ربي سبحانه وتعالى أركون تشكر عمس الغيد ننتقل غيلات سمس بصفة عامة من حيث المظاهر تكريم أمتيني الإسلامي كرمتا مغارد مدنا اللي في اللغس سنكين كذا نريد نفهم المظاهر تكريم القرآن للمرأة من مظاهر تكريم الإنسان للمرأة باش نفهم النقطة يا مزيان أنسم ذا نوريسينيك صوردين أنا نذكر غير صغاليس الناس زوار أنا تمغرت كتيح العصر الجاهلي وتقايات تقازود الكلمات كان الحاجات يويستي تسرست تفتت يعني إما تقستاوي تحتي تحتجت أسي تستعمل تحتي تحتجت تجيست نعم. يشكي القرآن يسفوق تمغرت الحمات أنا يدي يعني على مستوى النفسي النفسي أنت مغرت حتى محمد الجاهلية يشكي القرآن في القول ربي سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يعني أن تفوق تمغرت سوزقا وزود نتا تزود كرنا كادي جيوي تستقمي سرستي كنا احتجت استعملت كنا احتجت حساسو قايون صغيرة حساسو قايون سي زايدة ربي سبحانه وتعالى يعني القيمة النفسية يأكدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ونس إنما النساء شقائق الرجال يعني إيش كذا إنها تمغار تاتي تقع وتباس ورقز ورقيت مسون تيني أن أسكن لوح ورطف الحقوق أنت إن الجاهلية ورطف الحقوق أرتورت ورت أنت تاي تورت نسوق أيونس يعني أنت تورت ورقز يحموت باباس ولا زند غير دي في الميت إيه نادي في الميت أنت يحموت باباس ولا الميت نقيلا أنت تورت أنت نيتا تورت القرآن هو يشكد باش يبين بلي أن تمغارت أنت دارس الحق حا ما يندفل ورقاز يحموت ولا ولي حط عصاب كله نعم يشكد يسبينه أن تمغارت باش راسي زايد ربي سبحانه وتعالى الصغرين النفسيات ما فين حق القرآن لان صورات في اسم تمغارت مثلا صورة مريم نعم عليها السلام تيلي غير الصورة يمقورنا تسول في الأحكام انت مغارت يسمات صورة النساء صورة يد النساء يسمت بوت الأحكام وجهن تي تمغارت ماشي أنا عطي ربي سبحانه وتعالى وليد تو تمغارت لا إفاس حتى انت تلقيم تزود انت تزود أرقاز هذه فضلتك باش دي الصغرين النفسية انت مغارت اللي استنتك حماة الجاهلية وسويات يسكسوس انت في القرآن لما تعالى مريم ابنة عمران نعم إفاس ربي سبحانه وتعالى يسكسوس المثل سمريام ولا تمغارت فرعون ولا نعم تمغارت فرعون ولل وضرب ضرب الله مثلا وضرب لهم مثلا تلغمس صورة التكريم إيه المهم ذكرت العدد المغارين وضرب مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون يعني ربي سبحانه وتعالى شوف الذين آمنوا يقال الذين آمنوا يتشرق قسام غار تورقاز يتصنع ربي سبحانه وتعالى المثل إذا انت تقال المثل حتى ورقاز يعني شفتها تمغرتي الصغلي القيم انت مغرت اللي احتقال حتى المثل ورقاز حل الإيمان للاستقامة أنا تمغرت ما استسلكني غير استسلكت الإيمان للاستقامة أنا استسلكت المرتبة اللي ساسي افطار ربي سبحانه وتعالى على فلسفة المثال إيرقاز نولا تيمغارين ولا الملكة نسبح صورة الشعراء نعم ولا بلقيس الحكمة حكمانز يعني أن كيفاش أن أنت تنجى القوم حمس المعركة اللي تخوضي من لما سيدنا سليمان عليه السلام يعني أن تمغارت ماشي وكان غير يسبين يسبين مشكل مسائل أي يسبين أن تمغارت لإساس تنظر لك ودان تنظر أن تقى تمغارت ورطف العاقل والتفهميات ولا ولو تقى غبية حيث يورب أولا تحتق العصورة اللي القراني رمس الغرب لو كان سلسق الفلاسفة هات الفترة يستقى إنسان يستقى إنسان بعد ما ديوش كالإسلامية تقرن إيه ما سم الفلاسفة اللي غير يعني وزيد سبينوزا هيغل درس تمغرت وتسويات يعني ان القيمه نسى الضرر كان وقت لق انك العلماء اذكرتين بلي ان تمغرت ورسلق حتى تفتوا تقرا العلوم الرياضيه مثلا العلوم البحته العلميه وراس انت كاع انت تقع غير تقمي دما كران التربيه والعاون الى اخره شنو قيس تحكم ورقاز ربي سبحانه وتعالى هو اي صغليات لقيت ننسى ان جات ان تمغرت انت ندرس اول نس ما تينيخ تقمي انت المراه مسؤولة يكفي غير غسنتيني ربت بيت الإسلام الثقافة الإسلامية ربت بيت ديال وصفيا شريف اللي
انت العدد انت مغارين غيلا ذكرت نصير ولا تلان قيست ربت بيت اي فعلا مع انه الاسلام الثقافه الاسلاميه ربت بيت هاتي درس المدلول الانسان الشريف اي ننتقل استاذه لطيفه سكور باك اما المظاهر يظني نتكلم من مغارت المجالات يعني اي استاذ مدام غير انك تصور في الفلاسفه اشكون الفلاسفه اساسا تاثر بزاف لا نقل كني مترجمه لا خصوصا ارسطو افلاطون واللي بداني الفلاسفه الاولى زد مثلا افلاطون اسكريت المدينه اسمها المدينه الفاضله نعم المدينه الفاضله زعما المدينه المرموقه والتوريه الواقعه اللي عايش انتانيت انك مرقد المجتمع هي المدينه فاضله يرتبيس طبقات المجتمع هذا هو ما غنسر صمغات اسست ادنى طبقه من طبقات المجتمع يعني اختت كاع مدينه فاضله هذه وحده تسنات ايغا تمغرت كاع زو ديال الكلاء مباح زوج ديال الربيع تباح الطبقه الحكام الطبقه الفرس انا شكون تذكر طبقات عديده يعني غير المعالم الطبقه الفاضله حتى تكاختا غدرس ملي كانت مثلا الطبقه النازله ولا الطبقه اللوريسوانيات ولا زوج غيكا هو تو جاو كان سور درسنا في لاطون نماذج ارسطو ارسطو سوغيوس انك صغيرة الاعتقاد لا انك ان المراه خلقت من تراب أنا صمغرت الأصل نسيق التراب أرجز الأصل نسيق الروح منطق أرسطي ما يقني قد التراب يعني إخسف أرجز طبيش تسيسكت النتريت يقدين إلا بدغي زدر الروح ورتو في تطي طمس ورتو في القيود الناس إنه قلنس إخسف تسكر حرية مطلقة أي شيء ولاني تمغرت قد المهم غير دلاله وكال الروح دارس اما الاسلام دلاله وكال الروح دارس المعنى يا دارس المعنى يا ابني هذا هو بالنسبه لغيك اللي سنيت تكريم المراه فعلا ان الاسلام كرم المراه حما ظاهر عده نقول انا سي مثلا غير كر المثال انه يكرمت كبنت يكرمت كانها بنت لا درسيه المكانات زد غير النبي صلى الله عليه وسلم ان مجموعه من الاحاديث تنبهت الولي الامر مثلا اللي درتي فرخين انه درس الاجر عظيم اكثر من ولي الدار ولي الدار فرخان النبي صلى الله عليه وسلم من اعال جاريتين حتى ادرك يعني من حتى يبلغ حتى ادرك المهم ناي طلعت فرخين نسال كي قرنت واخا كانت غير سنات وليات ولا ثلاثه ولا مش كنا تقنت ناس حتى ادرك دخلت انا وهو الجنه وهو الجنه كهاتين انك شم الكيدس الجنه زد دوضانات السين يعني انا مون غير الجند يريهد من القاعده للقاعده الوعد البنات السابقه للنزاح الجاهليه تيلي دحيه الحديث نفس السياق من اعلى امراتين ولا من ابتلي بشيء من النساء ومن الاناث فاحسن اليهن كن له سترا من النار زر غير الفضل البنت حماس الاسلام انه يكرمت زولي زيد الاباء نس نولي طلال نحت فرخين انه ولد نس نتقنت اختي انت فرخين اللي ايت المده واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم او الايه يا ابن واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا غير ازي التوي العار ودمنس يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون بخلاف المسلم اللي تشرف المكانة هذا هو المكانة البنت المكانة المرأة بصفة عامة النساء غكودا العهد النبي صلى الله عليه وسلم تسقسنت بزاف تسقسنت حل أمور الدين حل أمور الخاصة سواء خاصة صمغارين ولا العامة ولا المهمة تسقسنت بزاف اللي هي سنتنا عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأمصار لم يجعلهن حياته أو لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين يعني الحياة ولا الحشمات اللي بدأت أنت بغادرت كانت حشام ولا تبنى سقسح الفقيه مثلا ولا سقسح كان ولي الأمر ولا سقسح كان المعلومات غير كان خاصة بالمرأة بالعكس المرأة خصها تسقسى في المعلومات نسقى كود النبي صلى الله عليه وسلم تخصى مجلس خاص للتعليم انت كنت تضل مش كان الدرس أننا ساتي نكنا نتحرج حلا نرقاز نور نفا ديس نمون ونفا الاختلاط ونفا هذا يسكرسني مدينتي المجلس خاص سيت مغارب نرتنتي السقرة وغديقة تكريم مثلا نماذج من تكريم البنت أدنسي الأمة لجميع أن الوالدين بصفة عامة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبوالدين إحسان ورقسني ميز الوالدين بصفة عامة سواء الأب ولا الأم كان غير المكانة لابد الواحد أتني بر أتنوري دوس نوريس بل ربما يسألنا في تمارة الحديث هذا هو ولأني من بعد حمس الأحاديث النبوية يبين أن مكانة المرأة حمس البر
الصحبة تكون لغة خصها أتقى أعلى من مكانة الأب. نعم. من الحديث المشهور اللي سندنا كما نحجيش كورجا زن الصحابي يعني سقس النبي صلى الله عليه وسلم من أحق بصحبتي أو بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. أتسكست على سنك؟ قال ثم من؟ قال قال أبوك. يعني تفضلت مغارة الأم ثلاثة درجات عدد ديشكا دي تشكي مثلا درجة الأب. ينصح بني تسقسى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أجاهد يا رسول الله الناس ريحة فوق حديك جاهد حكى المعركة من المعارك الناس يزدرك إنك الناس إيه الناس إيه ما زالت أمك حية الناس إيه الناس إلزم رجلها فتم الجنة أو إلزم قدمها فتم الجنة. يعني ظريف لكن فرقز مع المرأة هذا هو ففيهما فجاهد مثلا ولا حتى تمغرطت بالخصوص الناس الزرك انك الناس هي الناس وتما عتي غير نحتو في الجنت اكثر من الجهاد طاعه الام اكثر من الجهاد في سبيل الله. ولا الحديث لي اني واخا يسول العلماء الجنة تحت اقدامي حتى اقدامي الامهات صحيح المعنى ولكن السند اللي قلت كرنا كرنا ضاف كرنا جمعت ايغنايكا. المهم المراه تكرم سواء بنت سواء ام وحتى الزوجه حتى الزوجه انها تكرم الناس الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. إنك ده رسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يحقس كرهت لأن الإنسان ناقص الإنسان في رب درس النقائص في رب درس سواء أرقص ولا تمغرت يحقس كرهت هي الخلق هي الخلق أكيد هي الدرسفت أخلاق أخرى أكيد الدرسفت مسائل أخرى قيم أخرى أنتفع علماء التنين نقيطة نيت بأنه تمغرت غدار سوري اللي كرا الخلق ودرس اللي كرا الميزة إسفل كين دارو جز قد غالي غاستولو ترويان هذا هو فعلا لما انتقل يا الخلق معين سواء الولادة سواء الإنجاب سواء التربية سواء أي شيء من الغود نسميته من القيم ولا ما كرت سكر أدنى اسميته قدرت أفلس يطغى في الجانب الآخر إنك داخل زلغلة ورسول الله مثلا المعاشرة الزوجية ماشي الرجل مثلا يتحكم ولا زلغلة التصور العام أن سيدة الرجل وما إليه هن لباس قرار زوجين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني إليت العلاقة تكاملية تشاركية تفاعلية إليت العلاقة يعني تكمل أريد تكمل يعني ومن آياته قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا بناء الزوجي مثلا اللي المفسرين اللي بيين الآية اللي سنيت أنا لباسا اللي في سول ربي تبارك وتعالى لورز دارن حتى الترجمات يعني اللغات يعني الترجمن لأنه درس الدلالات لباس أريد له في القرب أقرب شيء إلى ذات الإنسان هو لباسه أريد له في الحماية غير صميد غير حماة كذا إذا المعاني دوري تيرا فلاسي دركرا اللوسخ وريت تيري فلاسي دركرا اللوسخ كان سيخصى تلك مغارة دارو الجاز يكتور جاز دارت مغارة هذا هو إذا المظاهر التكريم يكرمت مجموعة من المجالات ولن تمغرت غلا عصرة دورا انتفى قيون سارت ارتفى الله من بعد مجموعة من الأحاديث مثلا اللي متسلي فهمت انت ورقز فهم خاطئ أرسس انت التعايب تمغرت مثلا ولا شيء يعني إلا مجموعة من الأحاديث كرم انت مغارت في الظلنس فانتس المكانس فانتس الشرفنس يعني ورانت اللي نكون حماس الثقافات الغربية اشكو الثقافات الغربية الأوروبية مثلا ولا الأرسن للأساس الأساس هاتو أرسن لا يختوش كي تاتيه تمغارت مثلا غير حل عمل هاتيخ سواجب يتمغارت تخدم واجب يتمغارت تخدم واجب يتمغارت تنفق في الأهل ولا في تقيمي غير كلاسي تنفق ورقز واني تمغارت الإسلام مثلا إباحة العمل فعلا وليني ماشي بالدرجة الوجوب يخترع ده حتى عمل ماشي بالدرجة الوجوب أنها تنفق يعني لا درس إذن الاختياران يفضل ضغط في الوجوب بخلاف اختلاس وجب كذا هذا هو بخلاف الوجوب هذا هو بسير قلت المظاهر تكريم الإسلام المرأة ربما ردني تنسوا فيما بعد غل المظاهر نسى إكفاس الحق ماس العمال إكفاس الحق كانت لسنيت ولكن قبل أن ننتقل سنقيتها حتى الحقوق حتى الحقوق لهن مثل الذي عليهن بالمعرف الزوجية حتى العلاقة الزوجية الحال بحال زند الغيل إلا نفور جاز مغارت ماشي بالضرورة دين من نفسك هذا ولكن يعني تمغرت درس الحقوق درس الواجبات غير كلي لندارو الركاز تنتن الحقوق الواجبات نعم يعني ماشي انت فقط تذكر الواجبات اللي في الاسئله ولا سلا الحقوق وهي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وان كان الاسلام الحقوق الواجبات يوجد نغيه المرتبه دور نس المحبه المساكنه الشرعيه المعروف وين الحقوق القانونيه جافة لأن القوانين الأحوال الشخصية الدولية بنين إذا غير كليسة مني قبل أن ننتقل للوظائف أنت مغارت خمس للمجتمع بصفة عامة نرى أن نركز في بعض النصوص اللي ستشبتنا غوي اللي فنرى هذا سنوضح المسائل أنا متنين هاتي لأن بعض الأحاديث
دابا عطات الايات نتاع القران اللي تفهمي انه تميز نيرو ورجاز تمغارت ها اننا لا نولي تشبتين حتى لغه القران اننا ملي كاين الذكر والانثى الا غني التمييز الا غني التمييز ولكن تون الايه اللي غير مربي تبارك وتعالى بعضهم من بعض وراكي السور تفهم تمييزا واخا يسول في الذكر والانثى ولكن غادي واش كاين بعضهم من بعض اذا بعضهم من بعض تحيد يسلا المظاهر التمييز ري غادي نركز بالخصوص في سيل الحديث بارس تشبت الحديث الاول اختار لي غيوسف النبي صلى الله عليه وسلم بان تمار تخلق غي غزديس يعوجن ربما غات الفتره من التاريخ نسلا كاين لا ما يلعن واللي يوسف تمغار الوصف هذا ما توسط يوسف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الا صحيح ها انا ما يدنا باش نوضح بانه ما معنى غزديس يعوجن من الدلاله درسيلان من الرمزيه درسيلان بالنسبة للحديثات الصوصو بالنساء شكون الزوار الصوصو بالنساء خيرا لأنه خلق الزوار نفهم غمسة غمسنا البديانس نعم غير كدلي في نساو الغلول طبيعة الخلقية المرأة الطبيعة الخلقية البيولوجية المرأة وتقزو درقز نعم الطبيعة الخلقية المرأة تخلق فيزيائيا وبيولوجيا سيات الوظيفة ورتقى كريش قانوت كرنا مثلا كرقص القوة كرقص الشدة وإنما كرقص الحنان كرقص الرحمة كرقص العطف ضلع أعوج غيكا أرتي تفهم من بدو مسي تفهم أنك تين تبغر تدي تعوج ورت ممكن أنت ستيت سقدت يحتوش كده تسقدت كرم ضلع أعوج أرتي رتي درس يعني ولا تعوج بدا الحياة الناس كله تعوج بدا لأني ماشي الفهم هذا يقنا إخصان الإنسان تفهم مثلا على الإنسان مثلا حرية الناس غير رئة فهي تتمدد مثلا تقدر تقلص تشكشو من الأكسجين أرتحي ارتحي ثاني اكسيد الكربون مثلا ولا غوريلا تنفسا وريعش هذا هو يعني ضلع لنا مثلا الصدر ولها كله خلقنا على شكل مثلا عوج معوج غير غير كديوينا ان ميدنا يعني وفهمنا المعنى الحديث بالضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم غنيها يا وريت تخصص تعطي ما عدا صغير كان ما عدا صغير كان مصدر نعمه الانسان قال مصدر نعمه لانها خلقت من يعني ذاك الخلق التوفيق به النبي صلى الله عليه وسلم يوجد غيب يوجد الله عز وجل يوجد غيب يوجد استطر الله بعلمه ولان ماشي كنا نتشكل ندخل انتين هما نيكستي خلق ما نيكستوري خلق من الطريقه مادام انها نفس واحده انها تراب واحد بين ارجاز ولا تمغرت من بعد يختلف الجنسين اللي ذكر وانثى فالضلعاد الاعوج يستدعي ما يرتني ارجاز اذا سني ان يخصك تهتم بالسمغرت اكثر نعم. لان اخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم يقات النساء استوصوا بالنساء خيرا يعني اركنوا توصوا استمغارين هان تمغارين حتى الجان تكون ربما كنت تتقى من او اخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تتزلي تغمس حجة الوداع تزلي دمس دمس النساء ان دحنا النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير يعني القوارير هما النساء يعني كل شيء راه كيتبين الطبيعه الخلقيه ان المراه تلقى راه الجنس خشين ولا كان جنسي قويين ولا كان جنس وريحته الجن تحتاج فعلا الرجل في مجموعه من في مجموعه من الاشياء غير نفر اي تكمل ينسني يعني الرجل يحتاج المرأة تمغرت يحتاج الكاز وهكذا نعم يهتم صلاعي تمغرت اكثر من ذاك الشيء القوارير قارورا اللغه الزجاجه يعني دغيا دغيا الناس دح النبي صلى الله عليه وسلم اني احرج فيكم حق الضعيفين غير ذاك المعنى واضح وصريح اني احرج فيكم حق الضعيفين الطفل والمراه يعني جنس ضعيف وفعلا هذا خلق الله عز وجل وهذا من عند الله عز وجل ان المراه خلق ضعيف وقول له تقال انت في صوره النسانية تربط الحديث مغارت والزان خصوصا اليتامى الطبقه اللي كان ضعيفه اللي سيخصها فعلا الواحد سي يهتم الواحد المهم ارقز يكمل تمغرت تكمل ارقز ماشي نعم استاذ الدار ما كلمات الاضافه بالنسبه للدلع واج لان ميت نحت صور الدلع واج يعني واج يعوج الدلع يعوج يحنظر انت نينا تغزيتين هذا الليل عندنا حريد تغزيتين عوجنين او تصورت غير الكنين يعني وربي نيشنت ماني كان نسكر وراي وراك نفاس مزيان ورا القلب راه يتزيار الى اخره يعني اللي عوجاج اللي ندار الضلع الاعوج يعني السمايه هذه الصفايات تجعل ان الحريه ديال الراحه اتاك تزيد الراحه نعم تزيد الراحه القلب تزيد الراحه التنفس يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم
الى يشير اي ورغاز ان راه تم غرتا اتي تقوزد الدور نسيت سكار الدور نضلو عاد يغزي سند الى القلب يعني هاد فاس شكشوم من الراحت دمس من لهنا داري تخدم صرحت نس يعني تم غرتا تزايد ورغاز غير راحت موت سيد ماشي اعوجاج ان نقص فيها بالعكس يسيس يول الرسول صلى الله عليه وسلم القيم تم غرت ان انت تيزدان ان كل ما يدان دار ورغاز من ربما استنعكس المسألة يعني بلا تمغارت ممكن يعيش رقازة يمحن إلى آخره إذن غاية أنا أستفد حول الله أعلم حمسة إذن معنى هذا اللي سنف همدنا مس الحديثة ده ينطلق غير ثقافان سنضاء المصطلحات اللي استعمال كنا دوكو أن العواج كذا نريس كل ما يخشن معنا العواج نحتاجت غير عدد الأمور تدس يعني إذا طبيعي كان أريد تمشن يعيش الإنسان حياتي سجمن الحديث ويسين اللي سرغ فلسا كي يسمى قرن شوية الحديث اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن أذهب للب الرجل الحازم أنا نركز بزاف في ناقصات عقل ودين شوية العدد مدن غير في التونس لكلمتين ناقصات عقل ودين ننشوفها تي القرآن الحديث هذا يوسف انت مغرصة كاد باش استدلون بأنه الإسلام فعلا تبعا لأقوال الغربيين بإعلان ينقص الحقوق انت مغارت إذا نقصد درس نتوين تني نقصد درس نتوين تني نستورد ما نقصد تنظم العلاقة نيرو رجاز تمغارت الأسرة الحقوق المدنية نعم فعلا يحتاج كتل المعنى الظاهري حكاد غريت الحديث نتا المرأة ناقصة دين وعقل أكيد أي واحد حوري فهمت انا وفهم السياق ما يديك الحديث راه يفهم ان غديقه تقصير في حقي في حق المراه ولا اضعاف من شخصيه المراه ولا كراج دقيقه وين تشكيت المعنى تشكيت ضمن الفطره بالضبط ستين النبي صلى الله عليه وسلم ما الفطره ان بعد صلاه العيد مباشره اما قرتني واش كان غمس صلاه العيد يرات انت حتى ان النووي رحمه الله انك الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الطف النساء يرى بسنتي تنزاح حديث تبصات حديث انت سميتو الناس انت النساء ناقصات دين وعقل وين كنا تنتجرد حسيه قنص نحيد المقام اللي اختنا النبي صلى الله عليه وسلم رات انت نسى بغي كذا غي كذا طلقه عامه اذا نتحمس اليوم عيد بعد صلاه العيد يعني عالي عقل زاد الظروف هذا التشكيل النبي صلى الله عليه وسلم يحرج العدو يحرج النساء هذا العدو كردت زيت راه تصدق صرح السلعيد فما بالك ديشكي النبي اللي كان اشرف الناس واقدس الناس ديشكي يسول في مغاني زوطيكا وان المعنى الناقصات دين وعقل ان هي تاخذت قالت الرخصه فك تربيت مغرت وهي نعمه يحتشكي تاتيت نعمه عظيمه فك تربيت مغرت ناقصات دين معروفه ان مثلا انت مغرب يوضح النبي صلى الله عليه وسلم الثاني تشكو استشكال لفظ نيت في الصحابه الصحابه والصحابيين انك انا ناقصه دين ان المراه ويتم تزر الشر كله درت سيت الفتره مثلا تسمى فتره حيض رقص افلست قصلت وسط ولا الحج ولا اشياء كثيره يغدنيش غير مثلا ان انا نبسط المساله يد اكثر يختوش كدرك راه قصتني تخدم داري الشهر كله وليني راه داك تحيان ثلاث ايام راحه نعم ادور تخدمت يزغود راه داك انه هو ريحه تخدم وراه داك انه ريحه تخدم ود الحيض ولا النفاس ولا سميتو مثلا الناس غير الحيض اقل عدد نسي قالت ثلاث ايام واعلى عدد قالت 15 يوم يعني يقدر المراه في كل شهر تقرا 15 يوم تظل أتظل 15 يوم يعني حتى كيف مثلا الإنسان راه الحساب الإنسان فعلا ينقص عدد المظلوين الإنسان بطبيعة الإنسان ماشي زود الملائكة يسأم ربي أنت وصفت أنه يسأم ويمل من العبادة تشكي غير هذه العصرة مثلا أكثر يوم تظل بلا الحيض بلا والو الأكثر يوم تظل إذا النقصان غير كل اللي أخت مغارت معنى الحديث هذا إلا هي غير جازن إلا غير قرين جازن بلا سبب إلا غير قرين جازن بلا سبب يختشكي غير تنيت ورقاز مثلا راه تظلت 15 يوم تحيت 15 يوم انت تقول انك كاين الله على راح يعني تخفيف في الناس ولا مثلا هاتي رمضان تظن 15 يوم 15 يوم فرقت في 12 شهر ضنينا لقتنا تظنت يعني راني فقايوس اصلا يقوان الرخصه ماشي نقص اذا رخصه صوت انت تقول تحمل والو غير تحمل من بعد والو تحمل يحط زوج ساعتين ورا في لاستي لي بلا زوم يتعوضني اذا انت غير درك تفهم الحديث هذاك اللي سنيت وريه النقصان الايمان ولا كذا ولا الدرجات ولا كذا ولا التواب هي النقصان غير من حيث العدد من حيث العدد هذا هو اي اشكو كنت ملي غدوش كانت مغارينا الحيد يعني ماشي بالضروره تسوت ديال الزات العيد
اشكو يخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمغارت لي كان حائضه تفتو غير تشهد الخير الخير المسلمين يعني واخا تفتو كتقور حماس المقامات زر الخير زر من صلاه الرحيم سكر مجموعه من من الاجر واخا درتي ورطه الظل ولينا عطيتي الاجر زد غولي زد غولي زد غولي الظلم لكن اللي تو هو اللي شهر رمضان هو اللي دار العذره يا اي فضل اي دار سوكا لاجل الصيام غير ربي تبارك وتعالى المهم انت رخصه زد الرخصه الافطار بالنسبه للمريض مثلا ولا المسافر في شهر رمضان الشق الثاني الحديث هو ناقصه عقل ناقص العقل تقدح رخصه للمراه لان المراه مغروزه فيها الطبيعه العاطفه عفوا الطبيعه تغرس في العاطفه بزاف العاطفه هذ نرد شكون راه تصل السنكر تاعو راه تضرب وتروى راه ديت اجيال وشعوب وما الى ذلك ولاني العاطفه من حيث العموم اشكون ديت ارد حتى شي انا راه ديت توين كره الامثله راه ميتك كره الامثله سك الفلاسفه غمسنا الجنسات غ الاناث ولا كره العلماء غ الرياضيات غ الفيزياء ورنا بالضروره يعني من حيث العموم من حيث العموم غير اللي راه نفهم حتى غورياز ني توري ديما اكثر اكثر في جبالي ديما استفدت الحنيه بزاف ما تقال عاطفه انها ارتحنا يعني حتى مثلا غير مثلا يحتاج كي غير حادثه كره القتل مثلا لان العقل يرتبط بالشهاده ان المراه شهادتها وشهاده امراتين ارتعدل الشهاده ديال يورغز لانه ريت تمكن تضبط اغيوز حمت ريحكر الاجرام مثلا يحضر كريان في واقع يحضر مثلا كي الحادثه تسير ريحتك غير كالحادثه تسير تصف تمغربي ديك السنه غادي يخسف الدغاري تغويت المسكدر تقطا وتو وراس تصور تيق تخشاد اسمها فعلا ولا ما تيق اشكور تصمطوز ولا ما درتهم صغيرين فينا ربي انت ضل لحدهم فتذكر احداهم الاخرى يعني يبين علاش ما المقصود من نقص الشهاده ماشي يوجد اعتباطا غير كليتا التلميذ نكمي العقل ينقص ماشي العقل ينقص ولا ردنا شي غير المثال الراهن كي مثلا استقرح مثلا الاستاذ التعليم الثانوي ارتفح بالعكس ان الاناث تحل عقل الاناث حل المستوى الدراسي اطغى بكثير من الجانب الذكوري انت الدري درس كثرت المشاغل اللي راه يلعب راسه اللي تهز اللي راه تبغرتو تفرختو فوتي ود غير حد دراسه نسي ود تشارك تحضر ترا سميتو تتفت حتى الحضور الغياب الحضور تفرغ تفت السنوات غياب اذا الوصفه دوري في الاطلاق يعني ماشي العقل المقصود ماشي العقل وانما مقصود بالشهاده اشكو المراه دارت ديال الجانب العاطفي يغني الدرس العقلي غني التكادكيات كذا بعض المقامات تغلب العاطفه تغلب العاطفه هذا رانا في ربما الشرع رانا في منع في بعض المهام خصوصا القضاء شوفوا القضاء دي يصدر بنادم الحكم شقات مغارت اللي يفتغل بالعاطفه دي تصدر الحكم بالاعدام القصاص بالمثل اشكو يقدر ينتقم ليت المجرم كيس ايكا انت اللي صالح باش درتكش من مشاكل انا يركز ولا تكش ما سميتو يفاس تساعد يفلق عنا نقري ركز شويه يصدر بالنسبه للبنيه البيداغوجيه كانت لسناد البنيه الفيزيائيه اللي بالطب في ركز اذا هذا الحديث غدوريكا وريكا نقص بقدر ما هو ترخيص قدر ما هو الرخصه يفطر ربي يتمغرت اجي تنفس شويه لان المراه في حاله نفاس ولا في حاله حيض غير اكتشفت مد محمد العصور المتاخره ان الضغط نفسيا ولات كاع مرتاحه هذا الشيء اللي كانت تقلبات نفسيه يقدر كتزيفا بلا سبب كتمغ بلا سبب ولا غير نفسي كثر بيق العباده يا حماس الوقت هذا نفس الشيء اللي درت كان توا زاد اختي بنادم غار سير كاوره هذاك خلص غنهار هذاك خلص هذا هو هذاك خلص اذا خصي دار الرحمه بالصمغار بصح الحمد لله ثم تتم الحديث ربما ولا نستفد استاذه بانه حتى اختتم الحديث اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بلب الرجل او للب الرجل من احداكن ها زودي خنيتي بنادم غيلا وشوف القصيره هذا شكون نطبعت المصطلحات نستعمل يعني الدلاله على تنقص ورياز وادي قصرني غدوا كذا ثنيت سوا مع ذلك ريسكر كذا وكذا كيف سريت تيت من تحت لي راسني شوف غد ما يسكر كانت تمغرت ادها واخا كل كان ولا ينرتوي العقل ورياز اللي سرنا انت يا عاقلي كذا تصدر صدوع فادي نفسر بين قوسين صدوع فتسيطر فورغاز توجه قالت شغل حتى الصبح نعم استاذه الصبح ان المساليات اللي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هي تثبت ارتبات اكثر المنطق العقلي في الشرع الاسلامي يعني ان الشرع ككل ان عنده واحد درس ديال المنطق تم غارت لنا ان درس ديال التكوين البيولوجي التكوين البيولوجي راه تسمح ان التارو تنجاب ترضع الى اخره وهذا التكوين البيولوجي هاتي
تم غرسة السوق روح من المسائل اللي كان الحائض النفاس. ربي سبحانه وتعالى أرسل تعبد عن طهارة، أريد تعبد عن طهارة ماشي طهارة فقط القلب وإنما طهارة حتى كذلك الجسد باش يتم غرسة في الوقت النفاس لما طهارة ورقيسي لي قد قلت لكم درجين طهارة باش يتعبد ربي سبحانه وتعالى. وهذا النقص ماشي نقص راجع لان درس الرغبه ان ادوت الظل ولا درس الرغبه كذا، وانما هو لهذا المنطق دليل ان ربي سبحانه وتعالى درس يعني المنطق حمس والحكمه حمس الامور جلسه في التنج تشمولي الرؤيه يتمغرت كله، يعني ان الرخصه اليسيفه يفيست على اساس انها ادت تفا سكريا الواجب الواجب مدى ستيفان يفيست تكوين بيولوجي اللي سنا ان نسوريتي ميت نسوريتي الاختلاف النوع ماشي ولدات الداخل يعني وكان ربي سبحانه وتعالى حد نريس الايه اللي نزور في اللول فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى، يعني ان الاعمال التوابن ستحفظهم ربي سبحانه وتعالى وانت لا دخل لها في كونها حائض ولا مين غير كما تشكروا استاذ غير باش نوضح بزاف لان الحديثين اخترتنا بعنايه حتى الاختلافان خش الشهاده اللي سنا ما خدمتش الشهاده ولا النقصان العقل ولا نقص الدين غير تنتفاير ارجاز اثنينات غير اللي سنا ارجاز كله يعني عقلاء والكل في درس تغلب العقول في العاطفه غير تنتفى حتى خش الشهاده علاش الشهاده اللي تحت ارجاز ولا نقبل العدد ارجاز خصوصا غزمان ما فوري الفقهاء الشهاده 12 شهاده غيلا 12 شهاده ولا 13 شهاده وانما غيلا تقلى العداله تقلى الامانه يقلى الصدق كان الشهادات اللافيفيه يا العدد ارجاز نخش اللافيفيه تدنيت ورين اهلا للشهاده اذا اصل المنطقه هذا تحت ارجاز وري اهلا للشهاده اذا انت مغرت دور تفهم بانه اللي غير ربي الشهاده سور غير يقبل الشهاده نس واحده تغمس نكرو امور يتعلق انت مغارين زود الرضاع مثلا الرضاع ولا زود قبله زود الاشياء اللي تتعلق بالنساء مثلا قبل الشهاده نصيبي انا غيرت نغمس كذا وري قبل يعني حيد سير جانبي فسير جانبي يعني كنا نزرى غير قول لي حيد ونزرى ولا ياسين اذا ما حادثه هذه خصها بنادم يغرتني درس الزوار يغرتني غير خصي يقنص نفهم نص اللغه نص يوريس العلماء يقول بالنسبه للتتيمه غير الاخر الحادثه غير شكون الوقت راه غير ضيق نطلق ان شاء الله ان شاء الله الشطر الاخير الحلقه هي وهي العمل انت مغارت العمل انت مغارت هذه تسول نص ساعه غير كليسي كرم ربي تبارك وتعالى تمغارت راه نسول في العمل الطبيعي ربما العمل الوظيفي نس اللي في التيدي خلقت يتسول من يتفلس التيغان الحامل اللي متهيئ تكوين النس الحامل الوضع الرضاعه حتى الامور الحضانيه كيفاش الاسبقيه نتات اش كنت تتهيا انه يناسب الدري الزين ماشي ارقاز يد الرجل خاشنه للتنين ويد المراه ناعمه حضن المراه الجوانب النفسيه كله اختا نسفل لا تغدرون نرنسوا الغيلاد غير اللي سنيت ولكن مع ذلك الاسلام مريم من عاتم مثل العمل يجوزات ما هي الاولويات غير العمل هذه تمغارت ما ليش خصا انسوا الغلاف في العمل ما في مثلا مثلا العملات لا نكر الاعمال قدرت نسكر تمغرت دورغاز في نفس الوقت نعم يعني صلحنا ورغاز صلحني تمغرت لا الاعمال ورغزت كان وريت تبني تمغرت نهائيا نسيت نفسه لا ندح اعمال تمغرت وريت تكون ورغز نسيت نفسه باش هكا نميز نعم مثلا العمل بالنسبه لاصلاح ورغز اصلاح تمغرت مثلا التعليم التعليم والتدريس والتثقيف والتربيه وهذا عموما تعليم اللغه العربيه تعليم العلوم الشرعيه ولا العلوم الكونيه والعلميه وما العلوم النظمية هذه تصلح ورقص صحيت مغرت ادناش كي مثلا الاعمال اللي صلحنا ورقص وصلحني تمغرت اش كل واقع لا يرتفع الواقع تنتنا ارتفت مثلا غير حماس المجالح ان تمغرت المطالبه المساواه المطالبه تقديد ورقاز ترى كل سكر غير اللي سكر ورقاز عرفتي انت فاتك شرطيه مثلا شرطيه المرور انا غير مثال شرطيه المرور يقدر تفتح حرام طال ارقاز يبيد شرطي اريس اريت 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 نظام المرور ولاني تم غارت الوقت نت بيداد لابد ديس يبيد ارقاز خطر فنس واخا لك تجدي ما ارتفت شرطيات لابد ترفنس نفس الوقت شرطي يعني ما سنحتاج جاي الوظيفه هذه كوني حرت الشرطيات الى الشرطي ما خادو لي تولى كليا المهامس تولى ورقصه نتا المهامس بالنسبه لها سياقات القطار مثلا ولا سياقات اتي فعلا اردت لي سياقات القطار حتى ارقز اي الزر لانه كي السهر كي التعب كي الشقاء كي الحرص كي مجموعه من الاشياء ارقز مثلا ارتفت تناوب غلق القطار ارتفت يا ورقاز ارتمز نيه المده
يا ركاز غادي نعيطهم جات المده. وني لحت لقت لنا ثلاث مغارط غمس انسياقه القطار اللي درنا غادي نتغمس المغرب غيكا ارتفعت سير كازن. يعني ما الضروره ادي تشكيلة مغرت مادام ان درس وظائف راه تنسكر. يعني العمل اللي اقتضى انك راه العمل اللي اقتضى المشقه والتعب هذا هتيقور كاز. يعني فكات ربي اصلا يقور كاز. حتى البعض من الناس تحاول تستغل انت مغرته. لان انت مغرت بعد الاخطاء صورة طلب صلح حقوق نس. يقدر هذاك تردوس اي حاجه حاسكت ني تسكر تخدم مزيك الصباح يقلف جارته تقول سما 30 درهم راه ستي تقبل. زوج العمالات زوج العمالات اللي باهراش قانين اي هذا هو زوج الى الغرب تكشم من المنازل زوج الزراعه الصناعات الحديديه اي هذا هو يا سور كي تبقى لك الله وصاف انت مغارت يعني زوج احتكات واش كاين غير الصفه اللي سنيت يخصك تسمس الالعاب القوى اللي تنينا الدول الغربيه انت فتقولي الالعاب للحمل الاثقال الالعاب للحديد الجاز بعدا حدرس يحيسكر الفورميان الحديد هاتي بعدا شويه مقبوله مقبوله ونيت مغرت لقتنا اش كنت انت تقحم الميدان هذا الحمل الاثقال لقتنا توسي الحديد يعني تمغرت وتمكيس قز وصول درس الملاميح ولا المظاهر الرياضيات هذه اللي بارت مارسن كذا الاغلبيه نسنت ورتيه انت هذا هو ربما غادا يستوي حقا نهار كاز غمصنا ياك ويسن هذا هو اللي دح باش نكمل النقطه اللي دح المهام خاصه بالنساء مثلا زود رعايه الاطفال زود الاطفال في وضعيه صعبه مثلا زود الاطفال المعاقه تولدو كنصبور كاز وخير كماني الكم اي رعي اذا غيدا قال الاولويه دارت غيدا قال الاولويه دارت مغرات مثلا اسعافات الاسعافات الاوليه يعني الكازره تدفات ودرتي لا الصبر ودرتي لا التحمل ودرتي لا القدره يقور مزيان يشور الجزائر تيمسح مثلا يشور كي حال كيسقد المسائل وانت مغرت كاع الحساسيه اللي قلت لها العاطفيه الحنيه اللي قلت لها راه تاهلت كاع الاعمال ديال الاسعاف الاعمال ديال المغارين اللي التزمنين كذا وتصدر تحمل المرض واخا هي خطير غير علاش لانه ري اللي غلم دينتنس ولا اخت مازيرتنس فعلا الطبيبين اللي تخصصني غمص المرض انا غير تعلق الامر عمليه جراحيه ولا كذا بصح ربما نصدر غنوجه تيم غارين تخصصات غنحلوا بعد هذه المشكله غمص مازيرتنس ولا هو لان شكون يخصني يطب النساء شكون التفاضل غير طب النساء طب طبيب النساء ورا انتفض قليل غنتفض طبيبات نساء نعم كل تيم غارين خصها على الاقل درتي لي غير طبيبات انت مغاري اذا ما صرتش حتى استاذه توجهت المجالات طب نساء فولكي ولا حتى التعليم ولا حتى كلشي الوظائف فولكي واني ما يسمى بفرض كفايه بعدا كان قنيا يا الفراغ هذيك الساعات انت ليس الفراغ تضنينا كي نكمل الوظائف هذ كلها عاد نتلا نشارك ارغاز ولا ديس ما حماس الشرطه مثلا ولا حماس الحديد ولا حماس لاشياء كثيره نكون لو كان سوري ناقص غير المجال نتلا نسوي وهي نغدا دير كاز اللي دار قدرات بيولوجيه وركان زود تنت مغارت الوقت ربما رغبه راه يسمح توسع مس المجالات استاذ ذكر المجالات العمل المراه ربما العمل انت مغارت زواري توقف زوار في العلم ما ان الشرع ما تعلمت مغارت تفوق اتليس العلم غير كليس سنت لورغاز كل حد شرح ربي نقصين حد شرح ان العمل انت مغارت وتحديد ربي سبحانه وتعالى نعم أني لا أضيع عمل عامل منكم يعني أي عمل كان العمل تمغارت أن تمغارت ممكن أتسكر أي الأعمال ولكن أرتلين كان شروط ضوابط العمل الضوابط العمل هي حدود الإيمان والحياة يعني لا بد أنظر شروطة أن تمغارت تلتزم سمسة الضوابط على حسب الوظائف الأصلية على حسب الوظائف أظنني اما بالنسبه للتمغرت ربي سبحانه وتعالى يفاس المجال تخدم اقول تقمي اذا تستمر حتى شكو التربيه ولا التعليم ولا المسائلات هاتي خصها على الاقل فاقد الشيء لا يعطيه يعني خصها تمغرت هذا هو الاول يعني تكون كايونس حماس المجال التعليم حماس تفقها كايونس مش كل المسائل ما صرات نصح حتى استاذ الاباء اللي تمنعوني نستي تنغمس مثلا تلينت العلوم اشكو ارتني الفقهاء تعلمت مغارت هي واجب فور كاز نسى داسيك في الفرصه استعلمني غاسي في الفرصه مالا زوارنا في الاباء اللي تندي سنكر الاباء اللي دي سنكر اتفاقين يعني انا خصها السن ان انت تحتاج انت العلم اولا باش تعبد ربي سبحانه وتعالى وما اجمل ما ولا ما يفن بلا يعبد ربي عن علم العبادات فوركي يحتي عبد ربي سبحانه وتعالى تعبد ربي في العلم تسنت العلوم الشرعيه اولا نعم. يعني عاد العلوم الاخرى العلوم البحث صحيح كنا كيما يحتاج المجتمع اي باش علاش
اش كل مجتمع سيتقسم تقص معرض عايش قصص الدور ديما يسحر التوقع انت نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض نعم. يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ماني غير تنهز المنكر ماني غير امر المعروف خصها تفوق المجتمع المجتمع هذا خصها تفوق خصها تصلح من اجل اصلاح والاصلاحات وين تم نقول لك نحتاج من جمعه وهي ولا تفرق تتفرق تدرس تقل يعني اجيال تنصلح تم غارت وليت اقتصرات تربت الروايات تربت حتقمي ولكن المجتمع يخصها تفوق المجتمع تستمر اي اللي حنا المجتمع استمراريه الوظيفه انت مغارت نعم. الوظيفه حتى تربيه حتى طبيب حتى مريض الى غير ذلك الجانب الاقتصادي حتى انت نعم. الاستقلاليه المراه اقدر استاذه الجانب الاقتصادي استاذ حتىش كتغير المقارنه اوروبا يالله يالله فاني تمغارت حريه الاستقلال حمس الاموال اقل من دقيقه حمس الاموال نس ولكن بحدود نعم. يخصت موافقه الزوج يخصت مجموعه من الشروط باش يالله تصرف الاموال نعم. بالعكس الشريعه الاسلاميه تشجع حريه التصرف المراه في الاموال نس كانت وينس انا فانت في الفتره الشرط هذا ان يكون ذكرا دي يقدر تاجر انت يقدر تبيع يقدر تصغي يقدر تكري يقدر ترهن يقدر تسكر مجموعه من المعاملات عوضيه وتبرعيه باش هذا سفين ولا كتبرع من وصيه من رهن من وصيه عفوا من هبه من منحه من صدقه يحتفى وريد تمكن ورقاز هذا سيني علاش تفيد اش كون وين صدقان النفقه نستقام لازم افول جاز واخا درت للمال واجب هذا هو واخا درت للمال واخا درت سميتو هاتي النفقه تقاتل شكرا استاذه على الوقت راه خصو يسمح نزيد اكثر من هذا المشكل اللي منسفل مسفلنا عزانين نشكر الاستاذتين ملكه الحق الله لطيفه اسكور اللي نشطنا الحلقه نغصد أركن فالي لهنا دراحت أرتزيادني غسيساد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.